فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك ونهجر من يفجرك. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد نور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون لقناة وإذاعة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ديوان الإفتاء، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم فيه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الآباء والأمهات، هذه الأيام نحن نقبل على أيام هي من أصعب الأيام، ألا وهي أيام العطلة المدرسية التي تمتد لثلاثة أشهر قد تزيد قليلا، فنحتاج فيها إلى أن نجلس مع أبنائنا وإلى أن نجلس مع أنفسنا لأن نضع برنامجا لهؤلاء الأولاد، وأن لا نتركهم تتناوشهم التلفزيونات وتتناوشهم الشوارع وتتناولهم الأندية وغيرها، لأننا مسؤولون كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم مسؤول في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات، نحتاج أن نجلس، ماذا يحتاج أبناؤنا، ماذا ينقصهم، ماذا ينبغي أن نفيدهم في هذه الإجازة. فالإجازة لا تعني الانقطاع عن العلم بقدر ما هي تعني الاستجمام، وكسرا للروتين المدرسي الذي يبدأ دوامه من الصباح ثم ينتهي في الظهر وهكذا. ولهذا إن لم نعد هؤلاء الأبناء في هذه الإجازة الصيفية المقبلة، فإننا بلا شك نخسرهم في المدارس وفي غيرها. ولهذا ينبغي أن نقف وقفة جادة، لأنهم أمانة في أعناقنا، لأنهم كالطين بين أيدينا، نشكلهم كيفما نريد، فنلحقهم بالمدارس التحفيظية للقرآن الكريم، ونجعل لهم البرامج النافعة في البيوت وفي غيرها. والمسؤولية تقع في الأساس على الأب، كما أنها أيضا تقع على الأم بشكل أساسي، لأنها هي الموجودة في البيت، لأنها هي التي سيبقى معها هؤلاء الأولاد طيلة اليوم. الأب قد يكون مشغولا بكسب المعاش، وقد يكون مشغولا في الضرب في الأرض، ولذلك يبقى الأمل معقود على هذه الأم التي ستكون موجودة في البيت وتكون مسؤولة عن هؤلاء الأبناء. لا تكون الأم يعني تطلب أن تطرد الأولاد من بيتها وتكون منفرة للأولاد من البيت، فيلجأ الأولاد للشارع أو يلجؤون إلى أي مكان آخر يجدون فيه الحنان والرعاية والإشعار بالمسؤولية والإشعار بالقدر. فالطفل كالرجل كالشخص الكبير، فهو يحتاج إلى أن يعلم بأنه موجود، ويحتاج لأن يشعر بأنه له قيمة في هذا البيت وله قيمة في هذا المنزل. ولهذا نشاورهم، ولهذا نقف معهم ونطرح لهم ما نريد أن نجعله في هذه الإجازة. نعيد معهم استذكار الدروس، نعيد معهم تحفيظهم لما فات من لما حفظ من القرآن، نحتاج أن نجلس معهم طويلا، لأن حتى عندما يقبلوا إلى العام الدراسي القادم
يكونوا قد أخذوا أهبتهم وقد استعدوا لما يأتيهم من قابل الأيام. ولا نترك الاعتماد كليا على المدارس وعلى الأستاذ وغيرها، فإنها يعني تكون مقصرة في هذا الجانب كبيرا. ولذلك البيت والأسرة هي المكمل الأساسي للمدرسة في حياة الأولاد. وكذلك أيضا لا مانع من اللعب واللهو المباح لهم، فأن نجعل لهم وقتا للعب ووقتا لممارسة الهوايات ووقتا لممارسة الأنشطة. ويا حبذا لو أن الآباء والأمهات فرغوا أوقاتا للعب مع أبنائهم حتى لا يلجوا إلى الشوارع ولا يلجوا إلى غيرها، ويذهبوا إلى الشوارع بقدر محدود وزمن يسير لكي يتعلموا طروب الحياة الأخرى، وحتى نعلم الخطأ من الصواب فنقوم الخطأ ونقوم ونشجع الصواب الذي أخذوه وعملوا به. ولأننا شئنا أم أبينا سيحتك هؤلاء الأولاد بالشارع. ولذلك إذا ألقينا إلى هذا الشارع بأولاد محصنين معلمين مدربين على أن لا يتقبلوا أي شيء سيء، وإنما يعطوا الشارع أفضل ما عندهم مما تربوا عليه في بيوتهم. ولذلك نأمرهم بالمحافظة على الصلوات وأدائها في المسجد وأدائها في المساجد وأدائها مع الجماعات، والأب يأخذ أبناءه والأم ترسل أبناءها إلى المسجد، فإذا أذن المؤذن الأم تشعر الأولاد بأن الوقت الآن وقت للصلاة، ليس وقت للعب ولا وقت للجلوس على التلفزيون أو في الكمبيوتر أو في غيره، وإنما الآن وقت الصلاة، فتحثهم وترشدهم إلى المسجد إذا لم يكن أبوهم موجودا. فلذلك هذا دور الأم. فإذا جاء الأب أخذهم واصطحبهم معه إلى المسجد وبقي معهم طيلة مدة بقائه في المسجد حتى يتعلموا ويأخذوا بالطريق الصحيح والطريق الصواب. هذه هي المسؤولية المتكاملة على الجميع وعلى الآباء وعلى الأمهات. فإننا والله يعني لنحزن كثيرا عندما ترى الابن من الصباح إلى المساء في الشارع، لا يذهب إلى البيت إلا للأكل أو الشرب ثم يذهب إلى النوم، فهذا مما يندى له الجبين ومما لا تحمد عقباه، لا سيما في هذه العصور التي كثرت فيها الفواحش وظهرت وفاحت وقل فيها المرشدون الناصحون وقل فيها المعين الناصح وقل فيها المربي الذي يعني يأخذ بأيديهم إلى الخير ويأخذ بأيديهم إلى الصواب. ولذلك المسؤولية عظيمة جدا أيها الإخوة الآباء والأمهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير وما فيه الرشاد. أيها الإخوة، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنستقبل مكالماتكم، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ونستقبل أولى المكالمات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. أنا أبو فاطمة من الإمارات والله. الله يكرمك يا أخي، تفضل. الله يخليك. والله بس إحنا كنا اشترينا تذكرة بتاعت ب 200 درهم. أيوة. وأنا فزت بجائزة 350 ألف درهم. طيب. فإحنا عايزين نتأكد القروش دي يعني اللي إحنا هنستلمها هل هي حلال أم حرام؟ والحاجة الثانية، هل القروش دي مثلا لو كانت ممكن نعملها في عمل خير؟ التذكرة دي كابون يعني اشتريته وبعد ذلك دخلت بها المسابقة؟ نعم. ايوه ايوه. طيب تسمع. نعم. الجواب ان شاء الله. خلاص الله يخليك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ هيا الله شيخ بابكر. الله يبارك فيك، كيف صحتك انت؟ جزاك الله خير في حديثك الوافي والشافي عن يعني العقبة، وإن شاء الله الناس يعني نسأل الله إن هذه النصيحة تكون يعني الناس تهتم بها إن شاء الله وتضع يعني مصدر عين. الله يكرمك ويبارك فيك، تفضل. أول شيء عندي سؤال بسألك عن كيفية الصلاة بر الوالدين. كيفية؟ أي صلاة بر الوالدين. نعم. صلاة بر الوالدين؟ أي نعم. أيوة. عايزك تفصل لنا إن شاء الله. خلاص إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، إلى أن يأتينا اتصال جديد نبقى مع أخونا أبو فاطمة، بيقول بأنه اشترى
تذكرة كبونا ب 200 جنيه ب 200 درهم، ثم ربح 350 درهم. هذه المعاملة معاملة فاسدة، لأن هذا من باب الميسر ومن باب القمار، لأن القمار هو أن تدفع قليلا مقابل أن تحصل كثيرا في غير ما جهد مبذول وبغير ما بضاعة بين الاثنين. فأخونا أبو فاطمة إذا كانت هذه المعاملة بهذه الكيفية فهذه المعاملة فاسدة، والمال الذي اكتسب من هذا المال فهو مال حرام، ولذلك يجب عليه أن يتخلص منه في أي منح من مناحي الحياة التي تنفع المسلمين عموما ولا تكون شيئا خاصا. يعني لا يجوز أن يعطيها لشخص معين، وإنما يعطيها لشيء عام كمدرسة أو برنامج أو مسجد أو غيره من هذه الأشياء. ولذلك هذا الأمر ما ينبغي، ولذلك المسابقات، أي مسابقة بهذه الكيفية سواء كانت في صحيفة، سواء كانت في قناة تلفزيونية، سواء كانت في شركات اتصالات، أو سواء كانت في أي في مدارس أو في أسواق هكذا التي يدفع فيها الإنسان مقابلا ثم يتوقع أن يأخذ الكثير، فقد يجد وقد لا يجد، فهذا هو الميسر وهذا هو القمار بذاته. ولذلك هذه المعاملة يا أبا فاطمة معاملة فاسدة، فالواجب على الإنسان أن يتعلم يعني هذه الأمور جيدا حتى لا يدخل في شيء لا يعلمه ويقع في المنكر من حيث لا يدري. ولذلك يجب عليك أن تتخلص من هذه الأموال التي أخذتها يا أبا فاطمة. أخونا بابكر من السعودية بيسأل عن صلاة بر الوالدين، نستقبل هذا التصل. السلام عليكم. يبدو أن السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. تفضل يا مولانا. أنا بسأل من التمويل الأصغر. التمويل؟ أيوة. أنت الأصغر تقدم بتعمل لك دراسة بتاع جدول المشروع. أرفع صوتك شوية يا شيخ عبد الله. تعمل لك دراسة بتاع جدول المشروع. أيوة. فيقوم مثلا يطبق لك بقيمة معينة لهذا المشروع، مثلا هو بعشرين مليون. أها. فانت يقوم فيه نسبه بتاعت ارباح 30%. طيب يلا هم يمسكوا مثلا الورق بتاع مثلا هي ركشة او اي حاجه، يمسكوا الورق عند البنك مثلا. ايوه الرهن يعني. ايوه ايوه. لحد ما انت شوف تسدد القروش بتاعت الركشه دي، بعد ذاك الله حتى يسلموك الاوراق. النسبه بتاعت الارباح دي مقسمه لفتره بتاعت سنتين. طيب السنه الاولى بيشيلوا فيها 15%، والسنة الثانية بيشيلوا فيها 15% الثانية. طيب إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. خير إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا شيخ الرشيد. تفضل يا الرشيد. عليكم السلام والله. الله يكرمك. أنت ليك دار سؤال؟ نعم. سؤال طبعاً. ألو. ايوه السلام عليكم. تفضل. قلت لك سؤال. تفضل. ربنا قال لي ادم انبئهم باسمائهم. انبئهم باسمائهم. نعم. ايوه. هاي. السؤال شنو؟ قلت لك انبئهم باسمائهم واسمائهم ذاتهم. ايوه طيب تسمع الجواب ان شاء الله. طيب عندنا الجامع يعني بمشي بصلي في الجامع ابعد منه شوي يعني. اها. عندك جامع قريب بتمشي تصلي في جامع ابعد. نعم. السبب شنو؟ السبب شنو بتمشي الجامعة البعيد؟ الخطبة تختلف مني. ها؟ الخطبة حق الجامعة تختلف مني. أيوه طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يكرمك. الله يديك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع لأخونا بابكر بيسأل عن صلاة بر الوالدين. أنا لا أعلم في صلاة اسمها صلاة بر الوالدين. أعلم أن هناك صلاة استخارة وصلاة نافلة وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، أما صلاة اسمها صلاة بر الوالدين وصلاة أما صلاة بر الوالدين هذه لا أعلمها، الله أعلم، لم أسمع بها يا شيخ بابكر جزاك الله خيرا. أخونا عبد الله بيسأل عن التمويل الأصغر، وهو أن يقدم دراسة جدوى إلى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات فتمول هذا المشروع. الواجب في هذه المعاملة أن يكون كالآتي: أن يشتري البنك أو الشركة أو المؤسسة أو الجهة أو الشخص هذه السلعة التي حددها الشخص، ف
فيذهب البنك أو المؤسسة وتشتريها، ثم تملك بعقد منفصل، ثم تقوم بعد ذلك يعني بعد ما أمر هذا العميل هذه المؤسسة بأن تشتري له هذا الشيء، فتقوم هذه الشركة بشراء هذا الشيء، هذه البضاعة أو هذه السلعة تتملكها، ثم بعد ذلك تعقد عقدا جديدا مع العميل فتبيعها له وتضع أرباحها، وسواء كان التسديد مباشرة أو كان التسديد بأقساط، والغالب أنه يكون بأقساط. هكذا تصبح المعاملة شرعية، بشرط أن يكون لهذا العميل حق الإقالة، بمعنى أنه ربما تشتري هذه المؤسسة السلعة ثم بعد ذلك يبدو للعميل أنه لا يريد هذه المواصلة في هذه العملية، فله الحق في ذلك ولا يلزم بأي شيء. فإذا كان هذان الشرطان موجودان فهذه المعاملة إن شاء الله صحيحة. كذلك الشيء الثالث، لا بد من أن هذا الإنسان إذا بعد ذلك البنك احتاج أن يقبض رهنا، كأن يأخذ أوراق السيارة أو أوراق الركشة أو أوراق أي شيء يضعها عنده إلى حين سداد الأموال، ما في مانع من أجل أن يحتاط لأنه يمكن، لكن لا بد أولا من شرط حق الإقالة بأنه متى ما استقى متى ما لم يرد بعد ذلك لا حرج عليه في ذلك. فهذه المعاملة إن شاء الله بهذه الصورة وبهذه الكيفية صحيحة، لكن الغالب للناس الغالب عند الناس أنهم يأخذون هذه الأشياء ويقوم البنك بشرائها أو الشركة بشرائها بعد ما يستلم من الإنسان مقدم وبعد ما يفعل، فتبقى الأمور شوية فيها يعني نوع من الخطأ الذي يؤدي إلى فساد هذه المعاملة. نسمع هذا المتصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة. نعم. أنا أحيانا من بدر القرآن وفي آيات يعني ما بقدر أقرأ كويس، يعني بضطر أعيدها تاني حتى أقدر أعرف يعني الآية ذات نفسها. أحيانا يعني بغير يعني بين يتغير كده الكلمة وثاني برجع أقرأ كويس، أرجع ما بعرف إني أقرأ كويس. معلش سؤالك الأخير ده ما سمعته، كلامك الأخير أرفع عليه صوتك شوية بس. قلت لك قراءة القرآن. أيوه. بقدر يلا ما بقدر اقرا كويس، يعني شيء غلط يعني في الامله وكذا، يعني بقدر ارجع للايه ثانيه عشان يلا بعرفها كويس. طيب. يلا انتي فضلك طيب. لا سؤالك شنو يعني، انت بتعيدي الايه ثانيه عشان تقريها صح؟ لا لا. اها. عايزه بقدر رقم تليفونك يعني. طيب ان شاء الله اخونا في الكنترول يديك له ان شاء الله. يا الله يكرمك، ادوها التلفون ان شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. نعم. وطي الصوت شويه، صوت التلفزيون ولا صوت الرادي جنبك. عندي سؤال. تفضل سؤالك، بس وطي لنا الصوت شويه عشان نسمعك بوضوح. جدا جدا. الشيخ عبد الرحمن. طيب يا شيخنا. الو. نعم سامعك. سؤالي. اسمعني من التلفون يا شيخ عبد الرحمن، اسمعني من التلفون. خلاص طيب. نعم. عندي نحن بنصلي بعض الصلاه بنعمل التهليل لا اله الا الله محمد رسول الله، تهليل بعض الصلاه المكتوبه. ايوه طبعا. طيب ما يجي ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الو مرحبا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. حياك الله شيخ احمد. الله يبارك فيك. نعم. بس أنا طالب بقرا في الجامعة. أيوة. والطلبة معروف إنه بركبوا التعريفة بنفس القيمة. فلازم نحن اثنين ركبنا وعدينا الكمساري 700 جنيه. طيب. بعد ما عديناه رفض إنه يستلم هذا المبلغ. السبب؟ رفض إنه يستلم 700. السبب شنو؟ والله إنه قال ما بيشيل 700 يعني. طيب. مخنا منه في التعريف الطلاب بركوا من السلخينة يعني.
طيب الطلاب انتوا راكبين في كرسي الطلاب الورا ده ولا راكبين وين؟ راكبين في كرسي الطلاب الورا؟ راكبين وراي. طيب خلاص بعد ما نزلنا تاني تقومي عشان استلموا بقى جدع القروش في الارض. طيب خلاص انا شفت القروش ومشيت يعني القروش ده اديته في السائلين اللي بيكونوا في الشارع وكده اديتهم. طيب تسمع. طيب اشوف ما رايدين في ذلك يعني. تسمع الجواب ان شاء الله. بريد توجيه تاني برضه يعني لاصحاب الحفلات كون يعني بيستغلوا كوني عشان يكون في بعض اللحظات يكون مواصلات صعبه. نعم. ومعروف يعني التعريفة ب 700 جنيه لاصحاب الحفلات الكبيرة. نعم. وهم يعني بقوموا بعمل التعريفة بجنيه ولا بجنيه ونص يعني بخيط الناس مجبورين انه يركب به. ان شاء الله. بجنيه ولا كده يعني ما من خاطرهم ولا من ارادتهم يعني. ان شاء الله تسمع الجواب ونتمنى ان شاء الله يعني توجه لهم يعني برضه. جزاك الله خير. تسلم الله يبارك فيك تشكر كثير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف الحال؟ حياك الله شيخ البصري. ان شاء الله كويس وياك. يديك العافيه. تفضل. كيف ما مولانا ان شاء الله كويس؟ الحمد لله. تفضل سؤالك. ان شاء الله كويس. شوف انا مولانا يا اخي والله اليومين عندنا ظاهره في الدوله الاسلام. اها. يعني عندنا ظاهره حقت الحمل دي يعني الشاي وكتاب الشاي ظاهره طويله. ظاهره شنو؟ ظاهره الحبشه الحبشه اللي بتجيب لنا الشاي. ايوه ستات الشاي. ستات الشاي. ايوه. ظاهره العلم في المرن لو انا كان ماتوا لكن ظاهره في غرب ظاهره. كثير. ايوه الشباب كلهم دلوقتي جالسين حول كتاب الشاي بس. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ايوه ان شاء الله كويس يعني. طيب تسمع الجواب. طيب نكتفي بهذا القدر الى ان نجيب على هذه الاسئله. فكما قلنا لاخينا عبد الله بموضوع التمويل الاصغر لا بد من ان يكون هناك عقد بين الشركة أو بين المؤسسة والمكان الذي يشترى منه على السلعة، ثم عقد آخر بين المؤسسة أو البنك أو غيرها مع العميل، ثم أن يكون للعميل حق الإقالة متى ما أراد أن يستقيل قبل بداية، يعني لو اشترى البنك السلعة وجاء بها ثم بعد ذلك للعميل أن يقول أنا لا أريدها، لا في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى إذا كانت بهذه الكيفية. أخونا الرشيد من شرق النيل بيسأل عن قوله سبحانه وتعالى أنبئهم بأسمائهم، أسماء منو بيقول؟ ربنا عز وجل علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل الأشياء، أسماء الناس وأسماء الأشياء كلها المخلوقة، هذه سماء وهذه أرض وهذه ماء وهذه شجرة وهذا كذا وهذا، ربنا عز وجل علمه هذه الأسماء. ولذلك قال الله عز وجل للملائكة بأن لآدم عليه السلام أن يعلم الملائكة هذه الأسماء لأن الملائكة لم تكن تعلم أسماء هذه الأشياء. فربنا سبحانه وتعالى أمر آدم أن يعلم الملائكة بأسماء هذه الأشياء. وإن شاء الله يكون في مزيد توضيح عند الشيخ محمد الأمين إسماعيل، فاسألوه يوم الأحد غدا إن شاء الله تعالى. بيقول برضو عندهم مسجد قريب لكن بيمشي بيصلوا في المسجد الأبعد يعني من أجل خطبة الجمعة. هذه يعني الإخوة الخطباء والإخوة الدعاة الواجب عليهم أن يستشعروا هذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى لها، وأن يستشعروا هذه المسؤولية التي وضعهم الناس فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه أمانة في أعناقهم. ولذلك عليهم أن يحترموا أولا عقول هذه الناس، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن هؤلاء الناس ألزمهم الله سبحانه وتعالى إلزاما بأن يستمعوا إليكم، ولا أحد يستطيع أن يتكلم بكلمة. فالواجب على الخطيب والواجب على الإمام أن يراعي هذه الأمور ويؤدي هذا الأمر على وجهه الأكمل. فإن لم يستطع فليعتزل هذا المنبر، لأنه أمانة وأنها يعني مسؤولية كبيرة يحتاج الإنسان فيها إلى العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجتهد ويبذل وسعه ويبذل جهده في أن يأتي للناس بشيء يفيدهم في أمور دينهم وأمور دنياهم، لا أن يأتي الإنسان بخطب يعني مكررة قد قيلت قبل آلاف السنين أو قبل مئات السنين وجاءت في بطون الكتب ثم يأتي وينقلها كما هي. فالواقع في شيء والخطبة في شيء آخر، مما يدعو الناس إلى الملل ومما يدعو الناس إلى عدم الاهتمام بهذه الخطبة، إلى التكاسل، إلى أن لا يأتي الإنسان إلى الجمعة إلا وقد أزف الوقت وانتهى الزمن، ويأتي فقط ليصلي الركعتين فقط. هذا الأمر يعني الواجب على الخطباء وعلى الأئمة أن يراعوا هذا، فإنها أمانة والله ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بها. فالواجب عليهم أن يراعوا هذا الشيء، ولذلك الإنسان يستعد للخطبة يحضر لها. اليوم مشاكل الناس كثرت، لا يستطيع الخطيب أن يجد مجالا ليتحدث فيه إلا ويترك مجالات كثر أخرى.
ولذلك الواجب على الأئمة أن يقوموا بهذا الشيء. أما بالنسبة لأخينا الرشيد فلا حرج إذا كان الإنسان يعني يذهب إلى هذا المسجد ولا يجد فيه العلم الوفير والخير الكبير والحث والمبادرة والمسارعة إلى الخيرات، لا حرج أن يذهب إلى مسجد آخر ليستفيد منه علما ومن أجل أن يأخذ به إلى طريق الخير وطريق الصواب. لكن لا بد للناس أيضا أن تنبه الأئمة إلى هذا الأمر، يعني الناس لا تصبح هذه المساجد مهجورة، مسجد مبني على أفخم أثاث وعلى أفخر أثاث وعلى أفخر طريقة ثم بعد ذلك يأتي خطيب يميت هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والهداية للجميع. الأخت أم محمد بتسأل بتقول هناك آيات لا تستطيع قراءتها فتبدأ فتعيدها من جديد. أولا نصيحتي للأخت أم محمد بأن تذهب وتقرأ هذه الآيات عند شيخ قبل أن تحفظها، شيخ كان أو شيخا يلقنها هذا القرآن تلقينا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من ميزات هذا الكتاب أن لا يتلقى من المصاحف والكتب وإنما يتلقى من الأفواه. لا بد للإنسان أن يتلقى القرآن الكريم من فم شيخ حتى يعرف مخارج الحروف وكيفية النطق بالكلمات وكيفية أداء الأحكام ومعرفة الوقوف ومعرفة متى يبدأ ومن أين يبدأ ومن أين يقف ومن أين ينتهي. لا بد هذه الأشياء لا تستطيع أن تعرفها من خلال المصحف، لا تستطيع أن تعرفها من خلال المصحف إلا إذا أتخذتها عن شيخ. والله سبحانه وتعالى قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الأمر عن سيدنا جبريل عليه السلام، والرسول بعد ذلك أعطاه لي الصحابة ودرسه إليهم. ولهذا لما اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه في قراءة سورة الفرقان مع سيدنا أبي بن كعب رضي الله عن الجميع، جاء سيدنا عمر ووجد أبيا يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي أقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تمالك نفسه فانتظر أبيا حتى فرغ من صلاته فأخذ بتلابيبه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له أرسله يا عمر، فأرسله سيدنا عمر ثم قال له اقرأ يا أبي فقرأ ثم قال له اقرأ يا عمر فقرأ فقال اقرأوا هذا القرآن ما اتفقت عليه قلوبكم فإنه نزل على 7 أحرف. ولذلك لا بد للإنسان أن يتلقى هذا القرآن عن شيخ، وأما لا يكتفي فقط أن يأخذه من بطون المصاحف لأنه لا يستطيع أن يؤدي كثيرا من الأحكام والفروض. أخونا عبد الرحمن من خشم القربة بيقول أنهم بعد الصلاة عندهم تهليل جماعي، يهللوا بعد الصلاة تهليلا جماعيا. الذي ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو أنه قال لسيدنا معاذ يا معاذ لا تدع إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسبحوا دبر كل صلاة 33 وأن يحمدوه 33 وأن يكبروه 33 وأن يكون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذي ورد مع غيرها من الأذكار. أما التهليل سواء كان بصورة جماعية أو كان بصورة فردية فإنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخانا عبد الرحمن. ولذلك لو اكتفى الناس بما جاء في السنة لكفتهم، فإننا لا نحتاج إلى ما لم يرد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حرج في التهليل لكن أن يكون دائما بعد الصلاة وبصورة جماعية فهذا لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا أحمد من أمبدة بيسأل بيقول إنه يعني التعريفة للطلبة هي بنصف القيمة، يعني نصف قيمة الراكب، فإذا كان الراكب ب1400 فالطالب يركب ب700 جنيه. وقد حددت لهم يعني شركة المواصلات أو الولاية أو الحكومة أن المقاعد الأخيرة تكون للطلبة، فإذا يعني حتى لا يضر صاحب السيئة المركبة فلا ضرر ولا ضرار. ولذلك الواجب على صاحب المركبة والواجب على أصحاب المركبات أن يرفقوا بالناس ولا سيما هؤلاء الطلاب، لأن الطالب قد لا يكون عنده ولا يكون عند أبويه، يعني يخرج من بيته وقد أعطاه أبوه 5000، هذه 5000 إذا ركب منها ب1400 ورجع ب1400 لا يكفيه أن يعني يفطر بالباقي أو يعني يأخذ به كفايته. ولذلك الواجب على هؤلاء الناس أن يلتزموا بهذه الشروط التي وضعت، والواجب على الطلاب كذلك أن يلتزموا بهذه الشروط التي وضعت أن مقاعدهم هي المقاعد الأخيرة من السيارة،
ولذلك إذا اكتفت هذه المقاعد والناس ركبوا والطالب الثاني ركب في مكان آخر فالواجب عليه أن يدفع القيمة كاملة حتى لا يدخل في مشادة وحتى لا يدخل في مشاجرة مع الكمساري أو مع المساعد أو مع المحصل. هذا الكمساري الذي رفض أن يأخذ هذه 700 فخلاص هذا حقه وقد أضاعه، لأن القيمة التي فرضت له هذه 700 فليأخذها راضية بها نفسه، لأنه يأخذ مقابل عنها هناك في البترول أو في غيره. وخيرا فعلت يا أخانا أحمد بأنك تصدقت بهذه 700 أو 1400 بتاعتكم أنتوا الاثنين، فخيرا فعلت بأنك تصدقت بها نيابة عن هذا الأخ الذي تنازل عن حقه كرها وليس طوعا. ولذلك الواجب على الناس يعني أصحاب المركبات أن يرفقوا بأبنائهم وهؤلاء الطلاب، وعلى الطلاب كذلك أن يكونوا مؤدبين وأن يكونوا يعني لا يفتعلوا المشاكل ولا يحتاجوا إلى هذه الأمور. أخونا البصري لكن عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ أحمد. نعم تفضل. بسأل عن النميمة. عن شنو؟ عن النميمة. النميمة أيوة خير، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، وديك العافية. حياك الله يا شيخ عوض الكريم. الله يديك العافية. يا شيخ ملك الموت زمان بيجي لسيدنا سليمان. أيوة. زعل الأول شيء. ملك الموت. ها. زمان بيجي للأنبياء زمان ملك الموت بعد يجي تونس معهم. أيوة. زي ما أتمنى. والشيخ في حديث ثاني، الحديث الثاني في الأمر البدري. لأنه في حديث بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال 999 في النار وواحد في الجنة. هل صح هذا الحديث ده؟ لأنه برضه في حديث ثاني في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، قال أمتي تلتمن على الجنة. أمته ماله؟ أمته قال تلتمن على الجنة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا أخي الدكتور، يعطيك العافية. ربنا يكرمك إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخت غانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يكرمك. تفضلي. ما شاء الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. الأول. بسأل عن شيء للحوادث، عن حوادث كثيرة شديد. الله المستعان. انقطع الاتصال، عاود الاتصال لأخذ غانية، لكن سؤالك الأول وصل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. اسأل الحديث. الحديث أي حديث؟ حديث بيقول المشبع بما لم يأتي كلام الثوبي. أيوة. نعم تسمع الجواب المعنى إن شاء الله. المعنى تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نجيب إلى أن يصلنا اتصال آخر. أخونا البصري من الجزيرة بيقول عندهم ظاهرة انتشرت في منطقتهم التي هم فيها، وهي ظاهرة ستات الشاي من الأحباش، وهذه من الطوام التي عمت ليست فقط ولاية الجزيرة يا أخانا البصري، وإنما كل الولايات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك نوجه رسالة من هنا إلى المسؤولين عن دخول هؤلاء، يعني كيف يأتي إنسان من بلده من أجل أن يشتغل هذا العمل الهامشي جدا جدا، وهو أن يبيع شايا. يعني هل السودان يعني انعدم فيه الناس الذين يصنعون الشاي حتى يأتي هؤلاء من خارج البلدان ليأتوا ويقدموا لنا كيفية تقديم الشاي؟ وهل هم فقط يقدمون الشاي أو يقدمون أشياء أخرى؟ ولذلك المسؤولية كبيرة والمسؤولية عظيمة على هذه الدولة وعلى المسؤولين فيها أن يراعوا ويتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي هذا الشعب الذي ملكهم الله سبحانه وتعالى زمام الأمر فيه، فأن يقفوا حائلا بين هذا
يكفي ما نحن فيه من فساد مما يكون في وسائل الإعلام إلى أن يأتي الفساد إلى أن يدخل بيوتنا وإلى أن يغوي شبابنا. اليوم الشباب فقط يجلسون مع هؤلاء صاحبات الشاي يعني من أجل ماذا؟ وهم بنات يعني صغيرات في السن، فاتنات في الجمال، مفتنات، مائلات، مميلات، يلبسن أفخر الملابس وغيرها من الأشياء التي لا يستسيغها الإنسان ولا يستطيع الإنسان سوي الفطرة أن ينظر إليها وأن يرضاها. فكيف يدخلون مثل هذا الفساد إلى هذه البلاد التي حماها الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم وهذه الأخلاق الفاضلة وهذه الشيم الكريمة والعادات الطيبة التي لا تقبل مثل هذا الخنا ومثل هذا الفجور؟ ولذلك المسؤولية عظيمة على الناس هؤلاء المسؤولين من دخول هؤلاء الناس، سواء كانوا يدخلوا عن طريق التهريب أو سواء كانوا يدخلوا بطريق شرعية. فالإنسان عندما يأتي نكون مثل الدول الأخرى التي يعني تعطي الإنسان وثيقة لأن يعمل في مجال محدد وشيء معين تحتاجه البلاد. البلاد لا تحتاج إلى ستات شاي، وإنما تحتاج إلى خبراء وتحتاج إلى مزارعين وتحتاج إلى أكفاء يأتون وينهضوا بهذه البلاد. فليس البلاد فقط مرتعا لكل من هب ودب في أن يأتي ويعيش فيها. هم إخواننا وإن كانوا مسلمين ولا حرج أن يأتوا ويتكسبوا الرزق هنا، ولكن ليست بهذه الصورة وبهذه الكيفية التي ليس فيها يعني سلطان وليس فيها قائد وليس فيها أدنى قيود. يعني لا بد أن يقيدوا على الأقل، إن لم يعني يكون هناك يقيدوا بلبس يعني محتشم وزي يعني ينفع يعني يستر العيوب ولا يدعو الناس إلى الخنا وإلى الفجور وإلى هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود بعده لنستكمل أسئلتكم، فابقوا معنا إن شاء الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ونستقبل بعض المكالمات. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله شيخ يبارك. الله يكرمك ويبارك فيك. والله بس كلامك. نعم تفضل يا شيخ إبراهيم. كلامك عن أستاذ الشاي. نعم. وأنا تفضل. أيوة سامعينك شيخ إبراهيم. خد فرنسا شيخ إبراهيم. الآن فاتحين بيوت بتاعت السحرة ما تقول شيء. بيوت سحرة على وجه النهر. الله المستعان. على وجه النهر، وأي مسؤول عاوز يعرف المكان ده الآن يجينا في خطونا ولي محلنا وين. خير إن شاء الله، تسمع الجواب. ما في مسؤول بيجي يفتش الكلام ده، أنا أسأل الآن بحر شغالة. الله المستعان. ودي في مسؤولية الناس المسؤولين، والله يسلم عليهم القيام، هم المسؤولين عن الحظ في درجة. أنتم تبلغون السلطات، ما تنتظروا السلطة تجيكم، السلطة ربما تكون مشغولة بحاجة ثانية، لكن أنتم برضو ودوهم تلفون ويمشوا في مكانهم ومقراتهم، كلموهم. والله غير من وجه على وجه النهر. الله المستعان. ما بيوت شيء يا مولانا، ما بيوت شيء، بيوت على الطهارة. خير، جزاك الله خير شيخ إبراهيم، الله يكرمك. الله يعزك، الله يسلمك. شكر الله لك. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. مرحبا. أنا عندي سؤال. تفضل. في ودو ما بسلم له صلاة، تتوضى ودو ما بسلم له صلاة. أرفع صوتك شوية بس يا شيخ محمد. في ودو، الودو. ها. ممكن أتوضى ما أسلم له، ما يجوز ما أسلم له صلاة. أيوة. فهمت؟ فهمت سؤالي؟ ودو تتوضى وما تصلي به صلاة؟ أيوة. ليش شنو طيب تتوضى؟ مثلا للطهارة أقول مثلا. ها؟ الليلة الكلام ده الليلة في نقاش مع بعض أخواننا. أها. قال لي يا أخي في وضوء ما ممكن تجوز هو الصلاة. أيوة ها، تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. ده سؤال يعني بتاع مسابقات. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. أخونا أحمد من كسلة. بيسأل بيقول النميمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، والنميمة من كبائر الذنوب والعياذ بالله كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في الكبائر. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من أسوأ الأمور هذا الأمر، أمر النميمة، وهي أن ينقل الإنسان كلام الآخرين بقصد الإفساد. يعني الناس قاعدين يتكلموا في شخص
ثم يذهب وينقل هذا الكلام إلى هذا الشخص الذي تكلم فيه من أجل أن يفسد العلاقة بينهم. ولذلك لا يجوز كما قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: من نم لك نم عليك. الإنسان الذي ينقل لك نعيمة الآخرين وكلام الآخرين فيك قطعا سينقل كلامك إلى الآخرين، لأن هذه هي مهمته وهذه هي وظيفته. ولذلك النميمة من أخبث الذنوب، من أخبث العادات، ومن أخبث الصفات التي يعني يتصف بها إنسان، فإنه لا يتصف بها إنسان كامل أبدا. إذا كان الكذب لا يتصف به إنسان إلا الإنسان الذي يعني قل حياؤه وقلت يعني احترامه لنفسه في نفسه، ولذلك يكذب لأن نفسه عنده حقيرة. فأسوأ منها النميمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات. طيب، أخونا عوض الكريم من الرصيرس بيسأل، بيقول: هل ملك الموت بيجي للأنبياء ويتونس معهم؟ هو يأتي إلى الأنبياء ويتكلم معهم ويتحدث معهم كما جاء إلى سيدنا موسى عليه السلام ويعني وأمره وطلب منه أن يقبض روحه، وكما جاء إلى سيدنا داود عليه السلام وغيرهم من الأنبياء. أما إنه يقعد يتونس معهم ويسألهم وهكذا فهذا لم يرد ولا أعلم له صحة. ويسأل كذلك عن حديث 999 من الناس في النار وواحد في شنو في الجنة. هذا الحديث صحيح من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما أمر الله عز وجل آدم أن يخرج بعث النار، قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999. فجث الصحابة على ركبهم وقالوا: أينا ذلك الرجل؟ يعني الواحد من الألف ذا منه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن يأجوج وماجوج من أمتي 999 منهم وواحد منكم. فحمد الصحابة الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نستقبل هذا المتصل الذي ينتظر كثيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، أنا عاوز رقمك الخاص وبدل من شبه المانح. طيب يا أخواننا في الكمبيوتر، عليكم الله أدوا الناس ذي للرقم، الله يكرمكم أدوها الرقم. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم، مرحبا شيخنا. الله يكرمك يا شيخ عبد الرحيم. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. إن شاء الله بوفقك، يديك العافية. تفضل سؤالك. بسمع من المسلسلات وعندنا زي تزين المسلسلات وحضر المسلسلات والأفلام وال... أيوة، وعندي شو الحاضر شيء المسلسلات. إذا حضر كم عندنا ناس يقول لأن حضر المسلسل وما بدور زين حريجين. دارين يحضر مسلسلات الناس. أيوة، وما بدور الحريجين إن شاء الله حريجين، وأنا ما بدور أي مسلسلة. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ما في اتصال. طيب، فقلنا الحديث حديث 999 حديث صحيح إن شاء الله تعالى، قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختنا غانية من شندي كانت عندها 3 أسئلة، ولكن سمعنا واحد وهو شيل الحواجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من حواجبها، ولذلك هذه المرأة ملعونة إذا أخذت من حواجبها بقصد الزينة وقصد الجمال، إلا إذا كان يعني هذا الحاجب كثيفا يحول دون الرؤية أو أصبح يشبه حواجب الرجال، فلا مانع في هذه الحال أن تأخذ منه شيئا يسيرا. أما أنها تأخذ وتحدد وتأخذ بالموس وتحدده وكذا فهذا ممنوع قطعا، سواء كان لزوج أو كان لغير زوج، فما يجوز أبدا. يعني الزوج لا يجوز للمرأة أن تتزين للزوج بما هو محرم، فلذلك محرم هذا الأمر، أمر شيل الحواجب هذا ممنوع أبدا، سواء كان بملقاط أو سواء كان بموس أو كان بغيره من الأشياء التي تأخذ هذه الأشياء. طيب، أخونا محمد علي من دنقلة بيسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان هو ليس عنده علم في مسألة محددة، أو ليس عنده يعني علم في هذا التخصص المعين، لكنه يظهر للناس بأنه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، أو شخص ليس عنده مال
لكن يقول للناس أنا عندي عربات وأنا عندي سيارات وأنا عندي مزارع وأنا عندي كدي وأنا عندي، وهذا كله متشبع بما ليس فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإنسان مثل الذي يلبس ثوبي ذو زور، يعني لابس اثنين جلاليب من جلاليب شنو؟ من جلاليب الزور، يعني كناية عن أنه من أفحش أنواع الكذب أن الإنسان يغش الناس ويغرهم من هذا الباب الذي يعني يثق الناس في كلامه ويظنون أن عنده فعلا هذا الشيء، ويبنون على هذا الكلام أفعالا وأشياء أخرى، ثم يأتون بعدين ويجدون أنه لا شيء عند هذا الإنسان الذي غشهم والذي قال لهم مثل هذا الأمر. طيب أخونا إبراهيم بيتكلم برضو عن موضوع بيوت الستات الشاي، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسؤولين، ويسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المسؤولون اسمعوا إلى مثل هذا الإبراهيم. وهناك شرطة أمن المجتمع، وهناك شرطة المجتمعية والشرطة الشعبية، هذه مهمتهم أن يعلموا هذه البيوت وأن يمشوا إليها وأن يذهبوا إلى مثل هذا الأخ ويسألوه الذي يقول في الخرطوم موجودة هذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يحمي هذه البلاد. أخونا محمد من كسل بيسأل عن وضوء لا يصلى به، وهو وضوء الإنسان عندما يجامع الرجل زوجته وأراد أن ينام قبل أن يغتسل. هنا شرع له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كسل ولم يرد أن يعني يغتسل في هذه اللحظة توضأ وضوءه للصلاة ثم نام عليه الصلاة والسلام. أختنا أم فاطمة هذه تطلب الرقم الخاص. أخونا الرشيد بيسأل بيقول يعني عن المسلسلات وهذه الأشياء، في هناك أناس يشاهدوا هذه المسلسلات وهو ما قاعد يشوفها، ولذلك يعني أخواننا لا يكتفي الإنسان فقط بأنه لا يرى، وإنما يجب عليه أن أن ينبه الناس إلى خطورة مثل هذه الأشياء التي تغرس القيم. مشكلة المسلسلات أن الناس أولا متأكدين من أن ما يفعله هؤلاء الناس هو تمثيل وليس حقيقة، يعني حتى يقول لك زولدا ممثل، فهو يمثل دور الزوج، تمثل دور الزوجة، يمثل دور الأب، تمثل دور الأم، تمثل دور البنت، تمثل دور، فهي ليست طالبة، ولا هي ليست دكتورة، وهي ليست مهندسة، وهو ليس رجل أعمال، وإنما هو يتمثل فقط. وهذا يدخل فيه هذا الحديث الذي سبق قبل قليل كحديث متشبع بما ليس فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني الناس هؤلاء يعني متأكدين أن ما يفعله هؤلاء هو تمثيل، لكن مع هذا كله الناس يتأثرون بهم إلى درجة أن يبكي بعض الناس، يعني بعض الناس بيبكي من ما يشوف أنه مثلا البطل حصل له كذا أو فلان حصل له كذا، يبكي بدموعه لأنه يعتقد أن هذا شيء، وهذا من التأثير العظيم الذي دخل في نفوس هؤلاء الناس. ولذلك الإنسان لا ينكر أن هذه المسلسلات غرست قيما ربما الإنسان لا يتحسسها الآن، ولذلك بكثرتها ومتابعة المشاهدات فيها فإن الإنسان يتأثر بها قطعا، ولا يبقى له إلا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الناس أن يتنبهوا إلى هذه القضية وتأثيرها السلبي على الأسر، وتأثيرها السلبي على الرجال والنساء والأطفال على وجه السواء، يعني لا يتأثر بها الأطفال فقط، ولا يتأثر بها النساء فقط، ولا يتأثر بها الرجال فقط، وإنما الجميع يتأثرون بهذه المسلسلات. ولذلك نصيحتي إلى الآباء وإلى الأمهات أن يكفوا هذا الشر عن أبنائهم، والقنوات الإسلامية فيها كثير من الأشياء المباحة التي يعني لا تحتاج فيها إلى مثل هذه الأمور التي فيها ده، هذا غير ما فيه من النظر إلى العورات، من النظر إلى النساء تكشف رؤوسهن وتكشف أجسامهن والرجال وكذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. نعم. نقطة عالم كده. تفضل. السؤال الأول بصلي الجماعة. السؤال الأول شنو؟ صلاة العشاء. صلاة العشاء. لا بصلي في الجماعة. أها. لا جا جراني كده لواحد كده من جوا. أنت قاعد في الصف جا واحد جراك. ها؟ أنت في الصف واحد جا جراك لورا؟ أيوه. أيوه أها. السؤال الثاني أنا مزوج وعبي لك. السؤال الثاني شنو؟ مزوج 5 سنين مع ولينا معك. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضلي. بسأل يا شيخنا من سجود السهو. من السهوي؟ سجود السهو هاي. أيوه. لا رجوع الطريق أسمع الطريقة بتاعته كيف، هل أبدأ السجدتين وأقول فيهم سبحان الله زي السجود في الصلاة العادية؟ نعم.
طيب. وارفع من السجود اقرا التشهد كامل واسلم ونسكون الطريقه كيف. ثاني عندي سؤال. تفضلي. النفقه على المولود بطريقه غير شرعيه، مو لو دايره دي حاجه يعني قروش مثلا نفق على المولود يعني. ايوه ماله؟ هاي المولود بطريقه غير شرعيه. طيب ماله؟ يعني مو اللي يمسك عليه؟ لو دايره دي واي يعني انت دايره تدي واحده مثلا عندها مولود غير شرعي. طيب. الطفل ده مثلا هل يعني تصح هذه النفقه او لا؟ تسمع الجواب ان شاء الله. ثاني عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. تفضلي بس استعجلي شوي لانه الزمن. ببيع زلابيه. وكم مره يصابي 6 دقائق في الحشره الصغيره دي. انا بعد اكون بعمل في الزلابيه دي بلقاها بقوم بمنعهم بقول لهم لا الزلابيه دي ما دايره ابيعها عشان لقيت فيها الحشره دي بعتبره ده غش يعني كان بعتها للناس. وناس البيت هنا بيقولوا لي لا ما غشيتي بيعيها ما فوق حرج ان شاء الله مرتين يعني بعتها مره نبحت الناس ومره بعتها ساي. طيب. اشوف القروش بتاعتها دي. طيب تسمع الجواب ان شاء الله جزاك الله خير. انا مقام عاقد علي وخالتي. وسنتين. وطلبت بالطلاق. ايوه. لما جاء الطلاق قاعد حاضر ولد عمي واخوي. داير شنو؟ قالوا لي تجي برا امشي قول لها خلاص طلقها واعفى منها. كل من جه ما قال لي الطلاق، المهم جه بس اتكلم معي ما قال لي طلاق ولا حاجه ورجع لهم هناك هم استقروا طلقني خلاص. وانا افتكرته هنا جوا قال لهم الطلاق. فقام امشي بعد ايام بعد فتره ثانيه جه قال هم طلق. طيب. يلا انا بدوني المصروف اليوم يا شيخنا بمشي بيه والسوق، اللي بفضل من المصروف ده قاعد اشيله ما برجعه. طيب. تسمع. لا بجيب هل القروش دي حرام وحلال ولا حلال البشيله دي بشيله مين اخوي يعني اخوي ولا ابوي بدوني قروش لو قدرت 2000 3000 ما برجعها. طيب تسمع الجواب ان شاء الله، جزاك الله خير على هذه الاسئله. ربنا يكرمك. طيب اخونا اوشيك بيقول بيسال عن صلاه العشاء انه يصلي العشاء فجاء واحد يعني سحبه الى الصف الثاني من اجل ان يصلي معه، لا حرج ان شاء الله في ذلك ان ترجع معه خطوه من اجل ان لا يصلي وحده منفردا في الصف. ثم يقول بانه مدمن لشرب الخمر فيسال الله عز وجل الهدايه، نسال الله عز وجل له ولجميع المسلمين ان يهديهم الله سبحانه وتعالى وان يوفقهم الى التوبه النصوح وان يعني ياخذ بايديهم الى الخير. ويا اخانا اوشيك يعني ادعو الله سبحانه وتعالى كثيرا وشوف لك صحبه صالحه تحثك على الخير وتامرك به وتمنعك عن هذا المنكر الذي وقعت فيه، ولتعلم ان الخمر كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بام الكبائر، ولذلك يعني غيرها من الاشياء الخير ربنا عز وجل جعله كثير، فاجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى واجتهد في ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى، فانك لا تدري الموت قد ياتي اليوم او ياتي غدا، والسعيد من ختم الله سبحانه وتعالى له بخير، وتخاف من ان يختم الله عز وجل لك على هذه الخاتمه السيئه، فان الانسان يبعث على ما مات عليه، نسال الله عز وجل لك ولجميع المسلمين الهدايه. اختنا اسميه بتسال عن سجود السهو، ما هي الكيفيه الصحيحه؟ هي أن تسجد سجدتين، سواء إذا كانت بزيادة زدت في الصلاة شيئا في هذه الحالة تسجد للسهو بعد السلام، بعد ما تسلم من صلاتك بعد ذلك تسجد سجدتين للسهو ثم تسجد ثم تتشهدي ثم تسلمي تسليمتين، والسجود في السهو تقولين فيه ما تقولين في السجود في داخل الصلاة. بتسأل أيضا أنها تريد أن تنفق على امرأة لها مولود غير شرعي، هذا المولود الغير شرعي ليس له ذنب، وإنما الذنب والجريرة على أبويه على أمه وأبيه الذين يعني جاءوا به بهذه الصورة الخاطئة إلى هذا المجتمع، ولذلك إذا أنفقت عليه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر، فلك الأجر إن شاء الله تعالى ولك المثوبة من عند الله سبحانه تعالى. ثم سؤالها الثالث بتسأل بأنها تبيع الزلابية، وأحيانا في الدقيق يكون هناك الحشرة الصغيرة هذه السوس، فهي تنبه الناس أو تأخذ أنها لا تبيع هذا الشيء، وهذا من ورعك، نسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير. والصحيح أن الإنسان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلا بد أن تبيني هذا الشيء الذي يكون في هذا الدقيق للناس حتى أو تغربليه وتنظفي هذا الدقيق، وما فعلتيه هو عين الصواب، وما قاله لك أهلك في البيت فهم قد غشوك في ذلك، لا تسمعي كلامهم، وإنما لا بد أن تبيني للناس، فإذا لم تبيعيه أنت على خير كثير، نسأل الله عز وجل أن يقيض لك الخير أينما كنت.
بتسأل عن بقية المصروف، المصروف الباقي من الذي يعطى لها إلى السوق، فهي لا ترجعه. إذا كان الزوج تطيب نفسه بهذا فلا حرج في ذلك أن تأخذيه، أو إذا كنت تأخذيه وتدخليه في بقية أشياء البيت الأخرى فلا حرج في ذلك إن شاء الله أن تأخذيه. أما بالنسبة لزوجك الذي يعني لم يتلفظ لك بالطلاق ولم يذكر إلى الآخرين الطلاق، فإنه لا يقع طلاق أبدا طالما أنه لم يقل لهم أنا هذه فلانة طلقتها، أو لم يقل لك أنت طالق، فهذا فلم يقع عليك طلاق وأنت زوجته إن شاء الله سبحانه وتعالى، وليس عليه شيء. والطلاق لا بد أن يقع بلفظ الماضي، طلقتك أو أنت طالق، لا بد أن يقع بهذا اللفظ. أما أنا حأطلق بالمستقبل فهذا لا يقع به طلاق البتة. أيها الإخوة، الزمن انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق في بقية حياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر